انا الضابط بسيوني، الضابط الصيني اللي مفيش ولا مجرم عارف يقف قصادي. كل المجرمين ما عدا اتنين مجننيني بقالهم شهر مايين بيسرقوا في السيرفر كله، والسيرفر كله عمالين بيستنجد بالبوليس. ما هيستنجدوا من غير البوليس وانا مش عارف اقبض عليهم، اعمل انا مش عارف. لكن في البدايه عشان نوصل المقطع ده 5000 لايك وانا لسه ما شاركتش في القناه، اشتركوا وفعلوا زر الجرس ما تفوتكش على كل مقطع هنزله جديد. انا عملت كل اللي احتاط اللازم ان انا اقبض على الاثنين دول، بنوك وبروح البنوك الناس، وبحاول ان انا ابعت ظباط واحميهم، اعمل اكتر من كده. ولكن انا نقلت السجن بتاعي ونقلت المكان اللي انا بقعد فيه قدام البنك ده. طبعا انتم مش شايفين البنك قوي من هنا، لكن هنقرب منه هوريه لكم. البنك ده اخطر بنك في ماينكرافت، ده اكبر بنك حرفيا، البنك العملاق. يعني البنك ده لو اتسرق هيبقى احنا ظباط نصكم. فالنهارده بالليل لازم احنا نروح نقف قدام البنك ده، لان النهارده هيسرقوه. عرفت ان النهارده هيسرقوه لان مفيش مكان تاني يسرقوه. كل ما يسرقوا ويسيبوا لي يافطه مكتوب عليها التوينز، بيعرفوني يعني ان هما الاثنين توأم. بس مين على مين؟ هيجي اليوم اللي هتقعوا فيه تحت ايدي وديني لروقكم، هخليكم تمسحوا الحمامات. انت يا ابني جاهز؟ جهزت كل الظباط؟ جاهز. جاهزين كلهم؟ جاهزين. النهارده بدنا نروح عند البنك العملاق ده، هنحاول ان احنا نخلص على قد ما نقدر. العربيه جاهزه؟ جاهزه تحت. هختصر القهوه واشرب واخد 32 بيتزا واجي لك. ماشي. حسبي الله ونعم الوكيل. الدنيا بس تليل ونروح للعيال دي، الدنيا بس تليل. طيب ماشي. في طريقنا دلوقتي احنا نقبض على العيال دي. طريقنا. جهزت يا ابني العربيه؟ يلا يا فندم يلا. تعال. تعال يا ابني، احنا كده منها هيزيد تاني نط. تعال يا ابني عشان استحط الزرار هنا كسر الباب ده. جدع الله يبارك لك يا ابني. بس حبيبي حبيبي. اقول لك ايه؟ اركب عربيه. اركب عربيه بسرعه. روح عند البنك وتركن شمال، خش شمال اول شمال. خش ورا بيت الديرتي ده. خش اركن هنا، اركن عند بيت الديرتي ده. اركن. بس انزل هنا بقى وعايزين نحمي البنك ده. اوعى اوعى المرة دي يهربوا منك لو جم، اوعى. قوم قوم مش حرامي، مش حرامي. اجري يلا بسرعة، تعالى هات العربية هات العربية هات العربية. عربيتي ايه؟ خلاص مش هنلحق مش هنلحق، احنا لازم بسرعة بسرعة بسرعة. خلاص هم دخلوا هنا، خلاص خلاص خلاص. هات السلاح بس وتعالى، هات السلاح هات السلاح. رحت فين؟ الله يخرب بيتك، انا قلت لك بسرعه. دخلوا تحت تقريبا النفق بتاعهم، تقريبا اكيد دخلوا النفق بتاعهم. هنروح فين احنا دلوقتي؟ هنروح فين؟ النفق ده مش باين له اخر. النفق ده بقول لك ايه، ممكن يكونوا عاملين لنا كمين. نطلع تاني. اطلع الله يخرب بيتك اطلع. انت مش هتترقى ابدا، مش هتتعلم حاجه في حياتك دي، مش هتتعلم حاجه خالص. هات سلاح هات سلاح. خد هات سلاح. انا نسيت اجيب السلاح بتاعي، نسيت. وانا اللي قلت ان احنا هنيجي قبلهم وهنيجي بدري وهنحاول احنا نحافظ على البنك. تعال نخش نشوف البنك اتسرق منه حاجه ولا لا. يكونوا قتلوا حد. يا نهار اسود، تعال نشوف البنك اصلا اتسرق منه حاجه ولا لا، ولا يكونوا بس بيخوفونا. تعال. البنك كله اتسرق. يا نهار اسود، فين الدايموند كان هنا؟ والمره دي بقى معلق لنا يفط اكتر. التوينز التوينز التوينز. جميل قوي الكلام ده. دلوقتي هيتحكم عليهم 25 سنه كفايه، يعني عليهم 25 سنه احكام و25 سنه حق البنك ده. ده البنك المركزي اللي بيطلع منه كل الدايموند لكل البنوك. تعالى يا ابني اما نكلم سياده الوزير ونشوف هنعمل ايه. يلا تعالى. الو السلام عليكم يا سياده الوزير، البنك المركزي اتسرق، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ انا ظابط تافه، هعمل ايه طيب؟ وكمان فاشل غصب عني، هعمل ايه طيب؟ ما انا رحت عشان احميه، احمي البنك. رحت، انا رحت لقيتهم هم كانوا هناك اصلا. خلاص انا هحاول انا اتصرف. سلام سلام. تعال يا ابني تعال، انت ظابط فاشل. فاشل انت فاشل. طب بقول لك ايه، ما تيجي نعمل لهم كمين؟ هنعمل لهم كمين ازاي؟ الله يخرب بيتك. بقول لك ايه، مفيش غير بيت واحد اللي فيه راجل طيب. الراجل ده ما ينفعش يموت، الراجل ده ساكن في البيت الجولد ده. انا عايزك تشيل ام العربيه دي كده تركنها هنا وتجيبهم لي في شوال. في شوال تطلع فوق تحمي الراجل، ما تاذيهوش. لو قالك انت جاي تبع مين؟ قول له تبع الضابط بسيوني. فين يا راجل؟ هتلاقيه فوق. هيروح فين يعني؟ ماشي. على ايه طب؟ ماشي. انا هعرف هتصرف معاهم ازاي الكلاب دول. بقى انا الضابط بسيوني يتعامل معايا كده 35 سنه خدمه، مفيش ولا حد اشتكى مني. يوم الوزير اتصل بيها هزقني بدل ما يتصل بيها عشان يرقيني بقى وابقى لواء. انا الطريقه بتاعتي اللي جايه ابقى لواء، وخلاص بقى اسيب المكان ده خالص واسيب الشغلانه المقرفه دي، وخلاص بقى واترقى اقعد على كرسي بقى واقبض. انا مش عارف اعمل ايه. الو معايا ظابط بسيوني؟ معاك ظابط بسيوني. انت مين؟ انا المساعد بتاعك.
عملت ايه؟ عملت ايه يا حيوان انت؟ بقول لك ايه، في اتنين شكلهم غريب كده عمالين يلفوا حوالين البيت، انا خايف يكونوا هم. استنى كده، اتنين شكلهم غريب بيلفوا حوالين البيت. بقول لك ايه، اسمع ولازم ركز ركز الكلام اللي بقول لك ده. خلي بالك من الاتنين دول، وتحاول ان انت تجيبهم باي شكل من الاشكال، والاهم من ده كله ان انت تخلي بالك من الراجل اللي عندك ما يتاذيش. مش مهم اي فلوس، المهم الراجل ده ما يتاذيش وما تتصرفش غير لما انا اقول لك. تمام انت فاهم؟ حاضر ماشي. سلام سلام سلام. ما القرف التليفون ده، انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا معايا شويه بيتزا بس انا ماليش نفسي اكل بعد التعزيه الواحد اتهزق ده. ماليش نفسي اكل 35 سنه وفي الاخر يروحوا على بشوش كده. 35 سنه. تين تين. الو زبط بسيوني، عملت ايه يا حيوان انت؟ بقول لك ايه، هما سرقوا الفلوس. هما مين اللي سرقوا الفلوس؟ الاثنين اللي كانوا عاملين يلفوا حوالين البيت. وانت ما اتصرفتش ليه يا غبي؟ انت ما اتصرفتش ليه؟ ما انت قلت لي ما تصيفش. انا قلت لك ما تصيفش. اه انا لسه انا بشغل الناس معايا، بشغل نفسي معايا، مساعدين اغبياء، بشغل مساعدين. انت خلي بالك مش هتترقى ولا ولا هتقدم لخطوه قدام، وهتحول مع دلوقتي نعمل ايه؟ حول معاك معسكريه، انا جاي لك. اقفل الله يخرب بيتك. انا اقول له خلي بالك من الراجل، مش مهم الفلوس، يوم ما يقبضش عليهم ده انت نهارك اسود، ده انت يومك اسود، وادي ام البيت زهي. انا نفسي تسد. انت محاول، انا هحبسك انت، انا هحبسك انت. تعال انزل لي، انزل هتظبط. انا جاي لك جاي لك جاي لك، وماسك السلاح فرحان بالسلاح. بدل ما كنت تنزل تثبتهم وتقبض على واحد يوم ولا تقتله حتى، انت بتعمل ايه؟ بتعمل بكلم خيالك انا؟ ها؟ بكلم خيالك؟ انت بص عمال يكسر في الازاز ازاي؟ بص دخلوا خدوا كل حاجه جوه. هو انت بتتفرج عليهم صح؟ ولا انت كنت بتحمي الراجل؟ انت قلت لي ما عملهمش حاجه. وحميت الراجل. انا قلت لك ما تتصرفش من دماغك. يعني كنت المفروض تقبض عليهم، ما تتصرفش من دماغك في حاله ان انت ممكن تاخد الراجل ده تحطه في مكان تاني. الغباء ليها ناس، الغباء ليها ناس. اركب عربيه. اركب. ودي عند اسم البوليس. دي عند اسم البوليس. كلم اللواء، ومفيش غير مكان واحد انا احتمال بنسبه 90% يكونوا عنده. ولا يلا. ارجع تاني ارجع تاني بسرعه ارجع تاني بسرعه ارجع بسرعه، انا اتخيلت بيهم. ارجع بسرعه، لف 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 وبعدين روح عند البيت الدايموند اللي في اول الشارع. وانت العربيه فين؟ كسرت العربيه. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. شرطي غبي، امسك عليهم ما تسيبهمش المره دي، ما تسيبهمش غير لما تقبض عليهم. اهم الاثنين لسه جوه، اقبض عليهم. اقفش واحد فيهم بسرعه بسرعه. اثبت يلا. بيثبت يعني انت بتثبت ابن اختك؟ اجري هاته ما تسيبوش. اضربه اضربه في رجليه بس. هات هات لي الكلب ده. تعالى تعالى اسف، تعالى قدامي قدامي يا كلب. تعالى تعال قدامي. اي حركه جاي. اي حركه اضرب في المليان. تاني جري ماشي قدامي. التاني هناك اهو، روح هاته بسرعه، روح هاته. وانت خليك قدامي، خد هنا خد خد هنا، اقف امشي قدامي قدامي، ما تجريش قدامي. ولا كده هيموتني. تعال تعال اخوه هيجيبه. تعال خش يمين، خش يمين. تعال هنهزر، خش يمين على السجن. خش ليه على السجن؟ انا اللي رن عليكم. خش انت اللي رن علينا. انا رنيت عليك. متبلغ عن نفسك يعني؟ لا ما عشان انا طيب، اخويا هو الشرير. امشي قدامي امشي قدامي قدامي، اتحرك يا مجرم. بقولك ايه بقولك ايه، خد البتاع ده في دماغك تضرب الظابط. قدامي يا مجرم قدامي. يا ابني غبي يا ابني. طيب يا ابني هو انت مساعد ليه ولا مساعد ليه يا ابني؟ يا ابني انت غبي يا ابني. اموتك اموتك وسلم نفسي. اقتلهولك؟ اثبت مكانك اثبت مكانك. اقتله اقتله. انا ممكن اخف عنك السجن، اسكت انت. انا ممكن اخف عنك السجن بدل ما تحكم عليك بالاعدام. السجن 10 سنين بس بشرط. بس اقتل الواد ده بشرط تدلنا على اخوك مكانه فين. هو هرب. انت تعرف تجيبه؟ انا ما اعرفش. قدامي، افتح الباب ده واطلع قدامي. افتحه ازاي؟ انا اقدر افتح الباب ده. شرطي تصرف. شرطي غبي تصرف تصرف. خد راح فين؟ اطلع قدام اطلع قدامي على فوق. خش خش. نهارك اسود النهارده. وانت واقف بتعمل ايه انت؟ اقتل لي يا ابن الكرو ده. اقتل لي الكرو ده يا ابني. راح فين؟ اقتل خد اقتل لي الكرو ده. اقتل الكرو ده يا ابني. انت غبي يا ابني يا ابني. انت معايا يا ابني. اقفل علينا الباب، اقفل اقفل علينا الباب. ارمي السلاح اللي في ايدك ده، ارمي السلاح ارمي السلاح. بس السلاح كان ب 50 جنيه. اطلع بره انت يا شرطي، اطلع بره. اللي بيقول الاسلحه اللي معاك بس كده.
لا يعني ابو شكلك بقول لك ايه تاني عايز حاجه تاني؟ اسمع الكلام عشان اطلعك براءه. انا لوحدي اللي اقدر اطلعك براءه من هنا. واسمع كلامي. مش عايز ايه بقى؟ انا هسيبك تطلع من هنا ولكن بشرط ان انت تجيب لي اخوك. لا يا عم انا مبسوط ان انا سرير مش فيه سريرين. انا مش عايز هزار. مش عايز هزار، مش عايز قلق هنا. انا ممكن اموتك واطلع اعتل الظابط ده واموت نفسي، ما عنديش اي مشكله. هنهزر بقى، هنهزر بقى. انا اسف. اسمع يا ابني الكلام يا ابني، احسن لك يا ابني. عارف انت بتتكلم مع مين؟ خلاص خلاص ماشي خلاص. انت عايز اخويا؟ بص انت قلت ان انت البيت اللي جنب السجن. انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اقفل يا ابني عليه الباب يا ابني. هتقلل الحكم قد ايه طيب؟ هتقلل الحكم قد ايه؟ مكانك لحد ما اقبض عليه بعدين اقلل الحكم. خد يا حاج الظابط تعال. نعم. على حاج الظابط المتخلف انت تعال. يا بس يوني. يا ايه؟ يا ايه؟ ها انت ما تستحقش تعيش، انت ما تستحقش تعيش ب 2 جنيه انت. انت ظابط فاسد انت. والله انت ظابط فاسد، يعني انت تستحق تموت احسن من هما يموتوا. تعال ولا في البيت اللي جنبنا. تعال تعال البيت اللي جنبنا هنا. هنا تعال. تعال انا هجيبه. تعال. هيروح مننا فين؟ تروح هيقع في ايد الحكم. مش هنا مش هنا. هاتوا ما تسيبوش. انا بطل يا فندم. هاتولي الكلب ده. تعال تعال يا خسيس قدامي قدامي. روح لاخوك. تعال. ما عملتش حاجه. انا ما عملتش حاجه. انت محكوم عليك 60 سنه سجن. 60 ما عملتش حاجه. 140 قدامي حطه جنب اخوك. ايوه السلام عليكم. انا هبط على الاثنين يا فندم. حاجه خش يا خسيس. هبط على الاثنين يا فندم. اعمل فيهم ايه؟ دول بتوع انا يعني. خلاص تمام حبيبي يا فندم ربنا يخليك. انتظر الطريقه الجديده. هبقى ايه لواء؟ تمام يا فندم تمام. والمساعد بتاعي هيتعين مكاني؟ ده ما يستحقش والله والله ما يستحق. احنا المفروض نوقفه امن بره يا ابني. وامن هتبقى كتير عليه كمان. تعالى انت يا ابني افتح لي الباب. يا ابني يا ابني افتح لي الباب والله يخرب بيتك. هما فين؟ قوم يا ابني خش جوه يا ابني. مش حاجه. تعال عند اخوك. تعال عند اخوك. تعال تعال خش جوه. خش اخيرا جبت لي معاك. بس خش نتفق جوه. خش اتفرج بس معاك. نتكلم جوه. هنتكلم جوه. خش اقفل عينيا يا ابني. انا عندي حل. انا عندي حل. اقفل عينيا يا ابني. باب يا ابني. اقفل عينيا الباب. هو هيعمل ايه؟ قولهم اقفل الباب. بس انتوا الاثنين دلوقتي بتوعي. طب استنى انا عندي حل. مفيش حاجه دلوقتي اديك 3 شيستات دايموند مليانين احسن من شغلتك يا ابني. ده انا هتعين ابقى وزير يا ابني. ده انتوا دوختوني. انتوا بقى التوينزل محدش قادر عليكم. بصوا انا هعرض عليكم دلوقتي عرض حلو. هعمل معاكم دير. انا هموت واحد فيكم. عاوزين مين فيكم اللي يموت؟ انا مش عليك. انا اللي رنيت عليك وقلت لك عليه اقتله هو. بص انا اتفق معاك. تبقى بص بص اللي وراك. بص اللي وراك. ده عاوز يموت. ده ده المفروض يموت. ده بص وراك. بس بص وراك. بص وراك. هفكرك بحاجه. بس نهزر. هنهزر. هموتكم انتوا الاثنين. هموتكم انتوا الاثنين. خلاص خلاص. تحب تخسر اخوك؟ انت راجل محترم. لا لا انا عايز انام. انا عايز انام. طب نام. جو النهار بقى. انت بتاع انت انت اتعين مكاني وانا هبقى لواء. انت بقتلوه. اقتلوه والنبي. اقعد ساكت. انا هتصل بالوزير واقول له ايه؟ ان كان في عركه بيننا وبين المجرمين فالمجرمين قتلوا الظابط. ما تستحق تموت. ما بيموتش. الله يرحمه. بقول لك يا ابني يا ابني مين اللي قتل الظابط ده؟ هو مات. هو مات موتة ربنا. يا سبحان الله اغثونا. عشان كده انت هتعيش. ربنا يخليك يا رب. يا نهار اسود. انا معيش مفتاح افتح بره. هنتحبس انا وانت كده. الحمد لله. يا نهار اسود. السلام عليكم. ايه ده؟ افتح الباب. افتح الباب يا حاج. افتح الباب والنبي يا حاج. ايه اللي مدخلك هنا؟ ايه اللي مدخلك هنا؟ عصابة عصابة. افتح الباب. في لحمة هنا طيب؟ في لحمة. هديك لحمة. هديك اي لحمة في ده. افتح الباب. فين اللحمة؟ بس كده. خش يا حاج اللحمة جوه. اللحمة جوه. خش اللحمة جوه. اللحمة جوه. انا هحطها لك جوه في التلاجة. خش بسرعة. انت بتكذب عليا. انت بتكذب عليا. فين اللحمة؟ هقتلك. هقتلك انت راخ ناس ناس. بس كده. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنقطة النهاردة. مش هتعمل لك شركة كهرباء على الجرس. يلا سال تعالى. انا لسه سال. فين الزرار؟ لازم تموت قبل ما اختار. ماشي يا مكة. انت لازم تموت.